السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النادي الأهلي يفوز بثنائية على نادي أسوان. كان أسوان كسب النادي الأهلي في الشوط الأول 1-0، وفاز النادي الأهلي في الشوط الثاني 2، جاب ثنائية في الشوط الثاني كسب 2-1. الغريب والعجيب بقى إن الزمالكاوية مش عارفهم، بقولك ده نادي أسوان. نادي أسوان ده في لاعب كان بيلعب النهاردة مليك أوفونا، جاب جون فيكم مع الأهلي في وسط ثلاثة، معدي من نص ثلاثة ركبكم البسكليتة، ركب المدافعين كل ثلاثة، ركب الثلاث مدافعين البسكليتة وجاب فيهم جون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.